كم سنة يعني أنت تأتي إلى كربلاء؟ نعم. ميفول سازل كان كان صار شو تجميري برا أيام 40 بر كربلاء. ماش بعد سقوط النظام هر سال ميام خدمتي مام حسين وخدمتي موقبي مام صادق ميام. صلوات الله وسلام عليه. هر سال ميام خدمت كنينو الحمد لله ميمونين از اول سفر تا آخر 27 سفر برمیگردین. سيد يتفضل يقول احنا من اول سقوط النظام السيد هو احد اعضاء اللي الناس من الوجود والمؤسسين ويانا من اول ما نبدا بعملنا اللي هو من قبل صفر احنا نجي من 25 محرم نجي ناسس ونكمل ونقيم الموكيل والسيد يجي ويانا الى نهايه صفر بعد يرجع الى بيته الى قوم المقدسه. نعم. شنو تمثل لك خدمه سيد الشهداء ابي عبد الله؟ يعني ليش هذا اللي يعني انت الإصرار ورغم الصعوبات ويعني هواي أمور لكن أنت مستمر الآن حسب ما قالوا لي الأخوة في خدمة سيد الشهداء. يعني نعم. نبرس أزد ك إن خدمتي شو معني بار شو ما داره شو ترى في شو بيشو ما مدة شو معني شو شو خدمتي بيشو. ما هر شو دارين أز خد أبا عبد الله أستاذ إمام حسين أستاذ زندقي من أستاذ إمام حسين إن شاء الله. يقول كل بكم الفدام كن وسيم امام حسين عندنا كله من وجود الحسين عليه السلام. انا اعرف بين كلامه مؤثر من دمعاتك اللي سلام الله عليك يا ابا عبد الله.